السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. على قناتنا هنشوف دلوقتي الفنجان بتاعك هيقول لك انا جايه لك بفتره كلها تبشرات، بس ما تنساش تدعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي كله طاقه ايجابيه، وتركز معايا في قراءتك النهارده، واللي ينطبق عليك تنزل تقوله لي على طول في الكومنتات، وباذن الله ما ينطبقش عليه غير التبشرات الحلوه، وتخرج فورا من الوضع اللي انت فيه او بتمر بيه. نشوف مع بعض بقى ايه القراءه بتاعتنا الفتره دي، وايه اللي احنا مستنيينه يتحقق. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب انتوا شايفين ولا ايه؟ شايفين قراءتكم النهاردة عاملة ازاي؟ بسم الله، بنقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الفترة دي فترة لخبطة في امورك المادية، بس في نفس الوقت عندك بداية جديدة، بداية جديدة على جميع الاوضاع اللي انت حاليا بتمر بيها، او بمعنى اصح على جميع الأوضاع اللي بالك مشغول بيها. هيكون عندك حضور مناسبة، والطاقة بتاعتك هتبقى فيها طاقة جديدة، أو هيبقى فيها يعني تجديد حلو جدا. عايز أقولك كمان إن أنت عندك حضور مناسبة، أو هيبقى في لقاء عندك حلو، هيبقى فيه مؤامرة حلوة ليك أنت، اجتماع حلو برضو. أنت عندك في الوضع المهني في قمة التوفيق أو في قمة الازدهار، بس في الوضع العاطفي في تقلب بينكم وبين الشريك. لو كان عندك الشريك من ابراج ناريه، فالشريك عنده طرف تاني في حياته. كمان انت عندك عين بتراقبكم، والعين اللي بتراقبكم دي انتوا حرفيا بتتجاهلوها، بس في شخص مركز معاكم جدا من بعيد لبعيد. في حد هيجيلكم وهيزوركم في زياره، هتكون مش يعني زيارة كده، هتكون يعني الوضع بتاعكم اي نعم متلخبط شوية، بس هتكون في زيارة حلوة، والزيارة دي انتوا هتكونوا مبسوطين بيها جدا. هيبقى في مفاجأة لحد من اهلكم او لحد بيتكم هيزوركم زي ما قلت لكم. الله اعلم، البعض منكم هنا داخل في مشروع، والمشروع ده هيكون مشروع عمل، او هيكون موضوع مشروع ازدهار لنفسك. طاقة الحسد دي مأثرة على نفسيتك جدا، ومأثرة عليك في خمول وكسل وتعب طول اليوم. أغلبية وقتك كده متضايق ومخنوق، رغم ان انت محب للحياة جدا وحياتك بسيطة ودايما متواضع وبتمشي بما يرضي الله، بس عندك شوية امور معاكسة معاك. كمان عندك اشخاص مقربين منك منهم لله، دايما بيأذوا فيك ودايما بيغدروا بيك، يعني دايما بياخدوا من الطاقة بتاعتك. أقرب الناس ليك هم اللي أذيونك في حياتك، فأنت حاولوا على قد ما تقدروا تستقروا وتبعدوا عن أي ناس منافقة عندكم، علشان خاطر هم بيلعبوا أدوار يعني مش لطيفة خالص اتجاهكم. كمان أنتوا الفترة دي عندكم ممكن يكون أوراق ليكم بتجهزوها لوظيفة أو لشغل أو لحاجة جديدة. عندكم صديق زعلان، هيبقى في صلح بينكم، وهتحاولوا ان انتوا يعني تشوفوا الشخص او الحد اللي دخل ما بينكم فتنة، او اللي دخل ما بينكم كلام باطل وانتوا صدقتوه. فياريت ما تصدقوش اي حد. البعض منكم مش مرتاح في ارض بيته ابدا، طول الوقت خوف، خايفين من فراق حد، او انتوا بتحبوا حد زيادة عن اللزوم، فخايفين ان هو في يوم من الايام يفارقكم او يبعد عنكم. الله اعلم، بس انتوا عندكم طاقة خوف رهيبة. في عملية او في حاجة انتوا عايزين تعملوها، او عندكم اطفال، او حد عندكم عايز يعمل عملية. العملية دي تخص اطفال، يعني لإما طفل هيعمل عملية، لإما انتوا هتعملوا عملية عشان حمل، الله أعلم. بس في عندكم أطفال، كلام بخصوص أطفال في حياتكم. في طريق طويل، الطريق الطويل ده مفتوح قدامكم، انتوا هتدخلوا فيه وهتمضوا توقيع العقد بتاعه، اذا كانت شغل او اذا كانت شراكة مع حد.
المهم ان العقد ده هيكون حلو جدا وهيديكم دفعة لقدام، ومع الايام اللي جاية هتبدأوا الامور عندكم هتبدأ تتحسن، وهيبدأ يبقى فيه استقرار نفسي وجسدي، وهيبقى فيه كذا وضع هيتحسن عندكم. ليه؟ علشان خاطر انتوا كرهتوا الاشخاص المزيفين اللي عندكم. حاليا انتوا الفترة دي بتعانوا من فترة صعبة، من خذلان او من حزن او حاجات محيطة بيكم، ما بقاش عندكم ثقة الناحية العاطفة خالص، علشان كل الناس اللي دخلوا حياتكم في الناحية العاطفية فعلا وقعوا عليكم ظلم، وما لقيتوش من حياتهم غير الخيانة وغير الغدر. وزي ما قلت انتوا الفترة دي بتمروا بفترة صعبة. ليه؟ علشان ما بقاش عندكم امل في الناحية العاطفة. بس الفترة اللي جاية في تبشيرة حلوة تخصكم انتوا وتخص اولادكم، وان شاء الله باذن الله هيكون في تغيير للافضل، او بمعنى اصح هيكون في استقرار احسن بكتير جدا. والناس اللي ظلمتكم واتكلمت عليكم في حقكم كلام مش لطيف، ربكم في الوقت المناسب هياخد لكم حقكم، فانتوا ما تقلقوش. القلق اللي ملازمكم ده وماسك فيكم على طول لازم ترموه ورا ظهركم، ولازم تشوفوا ايه الحاجات اللي ناقصاكم وتكملوها، علشان انتوا عمالين تتنازلوا عن حقكم من اجل ناس. انتوا اجمل ما فيكم ايه؟ اجمل ما فيكم ان انتوا ما بتيأسوش ابدا، حتى لو كل اللي حواليكم ضدكم. مفيش حاجة اسمها انا هقع، مهما تقعوا السند ليكم هو ربنا، هو اللي بيحميكم من اي حاجة، وهو اللي بيخليكم تدخلوا في المراحل الجديدة. كمان انتوا عندكم نقلة من مكان لمكان، عندكم خطوة جديدة، خروجة جديدة من بيتكم لمكان جديد الله اعلم، او انتوا عندكم تغيير عتبة بشكل كبير جدا، والعتبة دي هتكون جميلة لحياتكم بفضل ربنا. انتوا عندكم ضحكة او عندكم ابتسامة، او هتكونوا مبسوطين جدا، وبلاش تزعلوا على اي شخص خسرتوه، او على اي شخص انتوا بتقولوا ان انتوا خسرتوه. بالعكس، ده ممكن يكون خسارته ليكم كانت مكسب، بس انتوا مش اخدين بالكم. الخنقة والضيقة وضيقة الصدر، وان انتوا ما بتقدروش تاخدوا نفسكم، ده العيون بس اللي عليكم، ما تدوش الموضوع أهمية. كمان انتوا الفترة دي في زواج عندكم هيتم على خير بإذن الله، او في اكتمال لموضوع جديد الله اعلم، بس فعلا في اكتمال عندكم، فرحة وتفاؤل. انتوا ماسكين المفتاح، المفتاح ده بيدل على لإما مفتاح شقة، لإما مفتاح حياة، لإما مفتاح ان انتوا هترموا المشقات والألم بتاعتكم اللي في حياتكم الله اعلم، بس المفتاح ده هيكون فعلا خير. والأفعى اللي عندكم دي اللي بتلعب أضواء مش بتاعتها خالص، واللي بتحاول ان هي تأذي فيكم او تلعب عليكم كذا دور، دي لازم انتوا بأسرع وقت تحصنوا نفسكم منها، ولازم تبصوا للحياة بالأشكال المختلفة. ليه؟ علشان الأفعى عمال جلدها بيتلون اتجاهكم، وطول ما جلدها بيتلون دي عمالة تأذي فيكم، وانتوا مش قادرين يعني اللي هو انتوا مش قادرين تفهموها هي عايزه منكم ايه، او هي بتعمل كده ليه. فهي بتراقبكم في نيه خبيثه، بس انتوا هتعرفوها، ومن بعد ما هتعرفوها مش هتتصدموا، انتوا مش هتتوقعوا ان يكون دي ردة فعل الافعى، بس بالفعل هتتعاملوا بشخصيه جديده وبشخصيه مختلفه، وهيكون عندكم اختلاف حتى في الكلام من اتجاهها، او اختلاف في الكلام معها. واي حد بيحاول يأذيكم انتوا هتحطوا له النقط على الحروف، وخلاص هتبداوا تصفوا حساباتكم في اكتر من حاجه. ليه؟ علشان ما بقيتوش محتاجين اي نفاق يحصل في حياتكم الفتره دي، والحاجه اللي انتوا مستنيينها تتم على خير بقدر المستطاع بعد 20 يوم او بعد حاجه معينه، هتتم على خير باذن الله. اذا كان اكتمال خطوبه، اكتمال فرح، اكتمال سفر، شوفوا انتوا ايه اللي بتجهزوا اوراقه، او شوفوا ايه انتوا اللي في فرحه عندكم الفتره دي، هيكون في استقرار وهيكون في تغيرات حلوه انتوا مستنيينها بقالكم مده. فما تقلقوش خالص، ان فعلا الاكتمال ده هيفرحكم وهيبشركم بالخير. البعض منكم عنده دراسة خارج البلد، البعض منكم هيطلع يدرس في مكان تاني، البعض منكم شاغل باله بدراسة فعمال مصر ان هو يقف على رجله، او مصر ان هو يحسن
الدراسة بتاعته من حاجة لحاجة الله أعلم، بس انتوا بالفعل في تغيرات عندكم انتوا محتاجينها وشغالين عليها. فمت يعني اوعوا مهما يكون او مهما يحصل تتخلوا عن حاجتكم. كمان انتوا بلاش تنشيف الدماغ وبلاش العند مع الناس اللي انتوا بتحبوهم، علشان انتوا اللي بتزعلوا. يعني بلاش ان انتوا تعندوا زيادة عن اللزوم، حاولوا كده يكون تهدوا اللعب شوية. حاولوا هقول لكم كمان ما تجوش على نفسكم من اجل الاخرين. في ناس بتحسد فيكم وبتتكلم عليكم، بس انتوا علشان تتجنبوا الناس دي ما تدهمش اهتمام خالص، ولا حتى تعبروهم، ولا حتى تبين لهم ان انتوا الموضوع فارق معاكم. عندكم رقم اتنين ده بيدل على طيبة قلبكم وعلى الانفراجات اللي على جميع الأسعد في حياتكم. انتوا عندكم تغيرات ايجابية بإذن الله وطاقة حلوة جدا. شوفي انتوا مستنيين ايه، في حد عايز يتواصل معاكم بخصوص اعجاب او بخصوص حب، عايز يتكلم معاكم بس حرفيا خايف من ردة الفعل. ليه خايف من ردة الفعل؟ عشان خايف ان انتوا ردة فعلكم تكون غريبة، ردة فعلكم يكون فيها يعني حاجة مش مفهومة. عايزاكم كمان تاخدوا بالكم بقى من نفسكم شوية، وترجعوا تهتموا بنفسكم، وتهتموا بملابسكم بأناقتكم، ترجعوا تهتموا بنفسكم زي الأول. ما تهملوش مهما يكون في نفسكم علشان العيون عليكم. كمان في حاجة هتتم، هتكون بعد تعب سنين او بعد فترة كبيرة جدا من العذاب، هتتم لكم على خير بإذن الله وهتكونوا مبسوطين بيها جدا. عندكم اكتر من سؤال مش لاقيين له اجابة. كمان ممكن تكونوا انتوا في حاجة حاسين ان انتوا تايهين، حاسين ان انتوا حيرانين في حاجة، انتوا مش فاهمين الشريك، حرفيا انتوا مش فاهمين الشريك ولا عارفين تفهموه، متحملين فوق الطاقة بتاعتكم وجايين على الشريك، ولا انتوا فاهمين الشريك ولا الشريك فاهمكم. في حد بيتدخل في حياتكم، خدوا بالكم من الموضوع ده، علشان الشخص اللي بيتدخل في حياتكم ده نيته اتجاهكم مش سليمة ولا حابب لكم الخير، بس انتم مأملينه ومدينه الامان بشكل رهيب جدا. كمان انتوا هنا من بعض في بعض الضغوط الفترة دي، انتوا يعني ممكن يعني عندكم ضغوط في البيت او بتشتغلوا اكتر من شغلانة، في مشكلة عندكم هتتحل بإذن الله وهتطلعوا من الوضع السيء اللي انتوا بتمروا بيه. كمان انتوا عندكم عقبة هتعدي على خير، والعقبة دي هي الحالة النفسية اللي مأثرة عليكم اللي هي مش مستقرة، بس الرزق هيلعب دور كبير جدا في حياتكم. وعايزاكم تحذروا من بعض الأشخاص اللي في حياتكم اللي انتوا ماشيين معاهم، وزي ما قلت ان الطريق اللي هيكون مفتوح والطويل اللي قدامكم ده هيكون صعب بس نهايته خير. وحاولوا تقللوا من كتر التفكير الزايد، وحاولوا ان انتوا تهدوا نفسكم شوية. في بعض الأشخاص في حياتكم انتوا عندكم ارهاق وتعب وحزن، ربنا بإذن الله هيفك كربكم الفترة اللي جاية. ليه؟ علشان هيفتح لكم باب جديد او هيفتح لكم امور جديدة، في امور هتكون حلوة ليكم، زي ما قلت مولود جديد او حاجة جديدة، في اكتر من حاجة هتتفتح قدامكم وهتكونوا فعلا مبسوطين جدا بالامور اللي بتتفتح عندكم. كمان انتوا هنا حاسين ان الماضي بتاعكم كله مؤلم، بدأتوا ان انتوا خلاص تصلوا ركعتين لله وبتقولوا يا رب احنا مش عايزين نفكر في الماضي، كل تركيزكم الفترة دي بدأ يكون بإيجابيات. عندكم فرصة، والفرصة دي مش عايزاها تضيع من ايديكم، عايزكم تمسكوا فيها بايديكم واسنانكم وتحاولوا ان انتوا تستغلوها، عشان ممكن الفترة دي هتكون مفترة لتحديد المصير بتاعكم. تحديد مصيركم مفتوح قدامكم وهيتفتح قدامكم اكتر من باب، وكل الادلة اللي عندكم هتديكم معظمها طاقة ايجابية وهتديكم استقرار نفسي.
كمان في مفاجأة حلوة من شخص غالي عليكم، لا إما هيعترف لكم بالحب، لا إما تقوية في علاقة، تقوية في صداقة، الله أعلم، بس هيفتح معاكم أكتر من موضوع وهتكونوا مبسوطين جدا بيه. دايما أقول إن أنتوا بتدوروا على الحب والحنان وبتدوروا على الاستقرار العاطفي، بس عايزاكم تاخدوا بالكم من الشخص اللي عامل حبيب اللي هو بيأذي فيكم وأنتوا مدين له الأمان. في عندكم واحدة ست بيضة، الست دي حلوة، ملامحها صغيرة، دايما حطاكم في بالها ودايما بتتكلم عليكم بكل الطرق، بتتكلم عليكم يعني هي حطاكم في بالها وغيرانة منكم، يعني هي مش حطاكم في بالها بس، لا ده هي كمان غيرانة منكم وبتسألوها، يعني انتوا عايزين تسألوها طب انت غيرانة مننا ليه، يعني هو في ايه، ايه اللي حصل، انتوا مش يعني في حاجة غلط انتوا مش عارفينها. دايما اقول لكم ان العيون مش سايباكم في حالكم، العيون هي اللي مأثرة عليكم في الحسد الشديد ده، وهي اللي مخلية صدركم بيضيق. طيب انتوا في حاجة كاتمينها ومش عارفين تبوح عنها او تتكلموا عنها، والحاجة اللي كاتمينها دي مسببة لكم حزن. دايما ارموا همومكم على ربنا وتأكدوا انه في الوقت المناسب ربنا هيجيب لكم حقكم. كمان انتوا هنا بتفكروا تسامحوا وتنسوا ناس ظلمتكم، بس مش عارفين علشان خاطر الناس اللي ظلمتكم دي لعبت لعب كبيرة جدا في حياتكم وعرفت فعلا تستغلكم بكل الأوضاع. الفترة اللي جاية ربنا هيجازيك خير جدا، وممكن يكون في عودة للمنفصلين او في بشرة خير او مناسبة حلوة هتحصل لكم. في كمان هنا ارتباط قوي جدا، في رابط انتوا هتبقوا ماسكينه بينكم ما بين حد. الفترة دي انتوا يعني ممكن يكون انتوا بتعانوا من اكتر من حاجة، بس الفترة دي حساسة جدا عليكم، انتوا عندكم حساسية زايدة، حساسيين جدا في اكتر من حاجة، واخدينها كده بحساسية، اكتر من حاجة مسخرة لكم كذا موضوع الله اعلم، بس فعلا انتوا عندكم اسئلة كتير، والاسئلة دي انتوا مش عارفين تاخدوا فيها اي قرار، شاغلين بالكم باكتر من موضوع او بتخلصوا الطاقة بتاعتكم كلها على كذا موضوع. مين الشخص اللي تخلى عنكم في يوم من الايام وانتوا كنتوا بتحموه من كل الناس، او بمعنى اصح في شخص كان عندكم انتوا كنتوا مش بتحبوه، انتوا كنتوا بتعشقوا التراب اللي بيمشي عليه، تخلى عنكم وخذلكم رغم ان انتوا لحد الان مش فاهمين هو عمل كده ليه. الفترة دي للتغيير، وهيكون عندك تجديد بشكل مباشر في مستقبلك، لان انت بتبني كذا بيت حاليا او بتبني كذا حاجة. كمان مش عايزاك لما تدخل في علاقة تغوط فيها قوي او تنزل فيها قوي بقلب جامد، لا اهدى شوي، اهدوا علشان الوقت ده في مصلحتكم انتوا، وانتوا لما بتدخلوا في علاقة ما شاء الله عليكم بتدخلوا بشكل ايجابي. في حد مختلف عنكم وعشان كده انتوا مضغوطين مع بعض الاشخاص، وبتحاولوا في قدر المستطاع تلتزموا بحاجات النفسية بتاعتكم، لكن انتوا تعبين نفسكم في الطاقة اللي مسحوبة منكم رغم ان انتوا مالكمش اي ذنب فيها، بس انتوا اللي عاملين في نفسكم كده، انتوا اللي بتخلوا الاشخاص اللي في حياتكم يعني يديكم كده دفعة لقدام وانتوا مش عاجبكم الوضع. عندكم رغبة ان انتوا تشتغلوا ورغبة ان انتوا تمسكوا العصاية من النص، لكن انتوا هنا تعبانين جدا ومن وقت للتاني بتحسوا بالملل وبالقلق وما بتحسوش، بتحسوا انتوا مش قادرين تركزوا.
طيب انتوا هنا بدأتوا فعلا، بدأتوا تحسبوها صح، او ده الوقت المناسب للحسبان الصح اللي عندكم، في هدية حلوة او مال او حاجة، حاجة حلوة، الحاجة دي فعلا هتخرجكم من اكتئاب وحزن ومن خذلان من اقرب الناس ليكم، وظهور حد على حقيقته انتوا هتكتشفوه. الحد ده كان بيجيب سيرتكم وغيران من نجاحكم او بيحقد عليكم، انتوا اللي فيكم مكفيكم، وعشان كده هتحاسبوه حساب عسير. طب انتوا في خوف في فشل، انتوا خايفين من فشل حاجة او من حد، الله اعلم، بس انتوا خايفين من حاجة. في فرحة قادمة ليكم، والفرحة دي من وراها هيكون في شمع وفي ازدهار، وهيبقى في امور هتبقى هتفتح ليكم على الخير. ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم اكتر من حاجة هتفرحكم، بس لو فضلتوا تتكلموا وتبعبعوا كتير عن الحاجات دي مش هتتم. خلوا بالكم في حضور مناسبة في العيلة، وفي تغيير عمل لصالح ليكم انتوا، بس انتوا محتاجين فترة هدوء وفترة ان انتوا تهدوا اعصابكم وتدوا كده راحة لنفسكم. في امر خلال كام يوم هيتم على خير، لإما حد هيعتذر، لإما أضواء هتتبدل، لإما حاجات هتتعمل عندكم، الله أعلم، بس حرفيا الفترة دي هتكون لصالحكم انتوا، وانتوا اللي هتكونوا مميزين جدا بالفترة دي، عشان دي فترتكم انتوا. انتوا معروفين عنكم بالذكاء، ومعروف ان انتوا بتعرفوا تتعاملوا في المشكلة او تتعاملوا في الخلاف، بتتعاملوا كده بشكل ايجابي، وبتبدأوا بالمصالحة، بتبدأوا بالتفاهم، بتبدأوا ان انت تحلوا المشكلة بين الطرفين او بينكم وبين حد، بتبدأوا يعني بتحاولوا تحلوا المشاكل، ما بتحبوش السلبيات، بس ده ما يمنعش ان انتوا لازم تحافظوا على الطاقة بتاعتكم، لان طاقتكم ومهاراتكم بسبب الخلافات دي بتقل، وبتحسوا ان في حاجة، في مشكلة او في حاجة مأثرة عليكم. فعشان كده دايما خلوا بالكم من اي حاجة مأثرة على الوضع بتاعكم. كمان انتوا هنا في حد بيحب التملك، في حد بيحب يملك الشخص اللي معاه، في حد عنده الحب اللي هو حب الزايد، والحب الزايد ده بيتعب الشريك او بيأثر على الشريك، بيحس ان انتوا مش واثقين في الشريك، وعشان ده عشان كده ده سبب المشاكل. يعني اي نعم انتوا بتحبوا الشريك حب صادق وحبه مستحيل حد يحبك زيه، بس من يعني الحب الزايد والشريك مش متعود عليه بيحس ان هو تملك، وفي مشاكل كتيرة جدا بتظهر في العلاقة دي، وعشان كده لازم ان انتوا تبعدوا عن فترة التناقض وفترة الاذى. انتوا معروف عنكم ان انتوا عندكم عزة نفس عالية، وعندكم حنية وطيبة، وده اللي موقعكم في مشاكل. حنيتكم دي مخلياكم انتوا تعبانين نفسيا، ومخلياكم انتوا يعني بتفكروا كتير في حاجات مش عارفين التفسير بتاعها ايه، وعندكم اكتر من سؤال عايزين اجابة ليه، لدرجة ان انتوا اقترحتوا على حد فلوس، قلتوا له لو اديتنا اجابة للاسئلة دي احنا ممكن نعمل لك اللي انت عايزه. حصل منكم ولا ما حصلش؟ في علامة في ايدكم، العلامة دي كان سببها ايه؟ لإما العلامة دي انتوا لحد الآن مش فاهمين هي سببها ايه، لإما انتوا مش قادرين تنسوا اللي كان سبب في العلامة دي. كمان انتوا زعلانين على نفسكم وبطلتوا تعملوا حاجات كنتوا بتعملوها، حاجات كتيرة جدا بطلتوا فعلا تعملوها، رغم ان انتوا كنتوا متعودين على طول ان انتوا تعملوا الحاجات دي. ليه بقى؟ عشان حسيتوا ان الفترة دي فترة اثبات وجودكم، حسيتوا ان الفترة دي لازم اللي الوضع اللي انتوا فيه يتحسن بشكل كبير. ما شاء الله عليكم، يعني في فعلا ازدهار وفي اكتمال لاكتر من حاجة. كمان انتوا عندكم مقابلة مع شخص مهم جدا، والشخص ده هيمد ايده ليكم وهيعرض عليكم لإما منصب، لإما وظيفة حلوة، لإما حاجة جديدة الله أعلم، وهيعجبه جدا الشغل بتاعكم،
وهتلاقيه كده عايز يسفركم بره، عايز يخليكم تمضوا عقد وتمشوا، والله اعلم. بس بالفعل هيكون في طاقة ايجابية، في شخص بوشين، شخص عندك في وشين، يعني في قدامك بوش ومن وراك بوش، وبيطعن فيك في ظهرك وانت مسلم له ايدك ومش اخد بالك. خد بالك من النقطة دي ومن الحتة دي، والمكالمة الهاتفية اللي هتحصل عندك هيبقى فيها شرح للوضع الجديد بتاعك، او هيبقى فيها شرح كده لأوضاع جديدة، وهتكون مبسوط جدا بالتبشرات الحلوة اللي هتحصل لكم. انت عندك دعوة، والدعوة دي هتكون مستجابة بإذن الله. مع نهاية الأيام اللي جاية هيكون في انفراجات حلوة، او هيبقى في تغيرات حلوة. انت على وشك ان انت تطلع من اي حاجة مأثرة عليك، هيبقى في اكتساب الاكتساب لماديات. طيب هقول لك ان انت قريب جدا 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 هيبقى في فرحة تأخرت عنك بقالك مدة واتألمت عشانها، الفرحة دي هتتم، وهتبقى رسالة ليك من عند ربنا، وهتبدأ تعيد حساباتك وتعيد الأمور اللي عندك. يعني هيبقى في تحسن على كذا وضع، وهتكون مبسوط جدا، وهتشكر ربنا ان ربنا هيقضي لك حاجتك، وهتحصل على اللي انت صبرت عشانه بقالك مدة كبيرة. بسم الله عليك، يعني بسم الله ما شاء الله عليك. تحقيق أهداف، تحقيق حلم، بس ابعد عن العند والعصبية وتنشيف الدماغ، او ابعدي عن الحاجات دي، وحاولوا ان انتوا تستحيلوا كده بشوية، وتبعدوا عن اي حد، وما تسمعوش كلام حد، علشان عندكم اصدقاء منافقة، عندكم اشخاص مش حابة الخير ليكم. كمان البعض منكم عنده مشكلة هيحاول يحلها، وزي ما قلت المفتاح لإما الحل مشكلة، لإما الفترة دي انتوا هتطنشوا ناس كتيرة جدا، وهيبقى فتح انفراجات عندكم، او فتح باب جديد، او حاجة جديدة، الله اعلم. بس فعلا حرفيا ربنا هيهون عليكم الوضع اللي انتوا فيه ده، وهيكرمكم من اشياء كتيرة جدا، او من حاجة، من اكتر من حاجة، هتحسنك وهتحسن الاوضاع بتاعتكم، هتحسن الدخل بتاعكم، هيبقى فيه استقرار. ومهما الحد اللي حواليك يجيب اللوم عليك، ما تديش الموضوع اهتمام، علشان فعلا هم بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يجيبوا اللوم عليك، رغم ان انت ملكش اي ذنب في الموضوع، او ملكش اي ذنب حتى في اي حاجة، بس هم كل اللي سهل او كل اللي اسهل عندهم ان هم يجيبوا اللوم عليك انت، وانت ما تعرفش حتى هم بيعملوا كده ليه. وبلاش تكون دبش في وقت العصبية من ناحية كلامك، عشان كلامك من وقت للتاني بيكون دبش، وممكن تزعل الطرف التاني حتى لو انت كلامك حقيقي، بيزعل الشخص التاني اللي في حياتك. بتحب اللبس، بتحب الرشاقة، بتحب الأناقة، بتحب خفة الدم، بتحب تظهر كل يوم بشكل مختلف، أو تظهري كل يوم بشكل مختلف، واللي بيشوفك بيقول عليك يوم ايه. طول عمركم قمر، حتى لو انتوا كبرتوا. اتقالت لكم كام مرة الكلمة دي؟ كتير جدا. وده الحسد بعينه، يعني ده الحسد، خدوا، ما تكونوش مبسوطين بالكلام ده اللي بيتقال لكم، ده الحسد، يعني ده الناس اللي بتحسدكم، فبتجيبها لكم بايه، بطريقة حلوة شوية، فانتم ايه، خدوا بالكم بقى، عشان خاطر الناس دي فعلا هي منافقة، وما بيحبوش اللي احسن منهم. طيب انت الفترة دي بتعاني من ايه؟ بتعاني من بعض الاحلام المزعجة، من بعض الحاجات اللي انتوا مش عارفين تفسروها، رؤية خيالات كده، رؤية اشياء غريبة، رؤية حاجات غريبة انتوا مش فاهمينها اصلا، او في ايه بالظبط. وعندكم كده كمادات زي ما قلت لكم بتبقى في جسمكم، او ضربات قلب سريعة، حاسين ان انتوا بتعانوا من بعض الاعراض، بس انتوا مش فاهمين او مش عارفين تفسروا الاعراض اللي عندكم دي ايه.
اغلبكم كمان بيواجه حسد شديد، فمش عارف برضو يعرف اذا كان ده حسد ولا سحر، كذا حاجة عندكم. وعندكم نفور من الشخص او نفور من البيت بدون سبب، انتوا مش عارفين السبب ايه. انتوا كل اللي عليكم تمشوا، كل اللي عليكم ان انتوا تبعدوا، كل اللي عليكم ان انتوا تخطوا اي مشكلة في حياتكم او تشوفوا يعني حاجات مختلفة. وعشان كده من وقت للتاني بتسمعوا اصوات غريبة، ولا عارفين تفسروا الاصوات دي ايه، ولا عارفين حتى ايه اللي بيحصل ده. وفي حاجات عندكم بتختفي وبتدوروا عليها ما بتلاقوهاش، او ما بتبقوش عارفين الحاجات دي راحت فين. وبلاش الدموع على الفاضي وعلى المليان في حياتكم، حاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر وتبعدوا عن اي تسارع او اي خطوة سريعة، وبلاش العصبية الزايدة اللي عاملة لكم التعب النفسي والتعب اللي مأثر على جميع الاسعد بتاعتكم. حاولوا ان انتوا ترجعوا لون بشرتكم، علشان بشرتكم فيها حاجة غلط او حاسين انه فيها حاجة غلط. ومع تقلب المزاج اللي عندكم ده طبعا حاجة مضايقاكم جدا، ومخلياكم انتوا كل شوية بتسألوا نفس الاسئلة اللي بقالكم مدة بتسألوهم، يا هل ترى ايه اللي بيحصل، يا هل ترى هو في ايه. انتوا عندكم حد واقف فوق دماغكم وعم أثر عليكم في اكتر من حاجة، بس بفضل ربنا سبحان الله وتعالى حياتكم الفترة دي هتتحسن، وهتبقوا انتوا على استعداد او على وشأة تنجحوا في النجاح اللي انتوا مستنيينه، او بقالكم مدة عمالين تسعوا من اجله. فما تسمعوش كلام حد خالص مهما يكون مؤثر عليكم او مهما يكون صلتكم بيه. انتوا رأيكم دايما بيكون من دماغكم، ما بتحبوش حد يدخل في حياتكم ولا حد يأثر عليكم في اي حاجة عندكم. اتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لكم كل ما هو جميل. ما تبخلوش عليا باللايك لو القراءة عجبتكم، وتكتبوا لي كومنت جميل زيكم. تحياتي ليكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل.